تتوج أقضية قصبة مادب اليوم بقراها وهيئاتها العلمية والثقافية بلقب لواء الثقافة الأردنية، فالمدينة لها تاريخ عريق في الإرث الثقافي الأردني، وتضم على أرضها معالم أثرية وتاريخية ودينية وسياحية، ويتطلب إنجاح هذا اللقب تضافر الجهات المعنية لاستنهاض المثقفين والمبدعين الذين لهم دور مهم في المساهمات الوطنية وإبراز الهوية الأردنية. هذا الفوز ينعكس على الثقافة والمثقفين في مادب، سيما وأنه مادب ومعين يعني بالذات، والألوية هي بكر وبحاجة إلى تنشيط الثقافة فيها، وبحاجة إلى دعم الشعراء والأدباء والكتاب. ففوز مادب ممكن ينعكس على تأليف بعض الكتب التي هي أصلا كانت مخطوطات، تحريك المجتمع من ناحية ثقافية. فوز أقضية مادبة اللي هو قضاء الفيصلية وقضاء إجرينا والفيحاء ومعين، كان فزنا السنة هذه على مستوى الألوية الثقافية في مادبة، وأتوقع إن شاء الله راح يكون له مردود إيجابي على الحركة الثقافية. إحنا عندنا موروث ثقافي كبير وإنفراستكشر محطة ثقافية كبيرة بهذه الأقضية، وجاء الفوز هو يعني كنتيجة لجهد بذلته اللجنة الثقافية وزملائي على مدى سنتها المتواصلات. الإرث الثقافي الذي تتزين به مادبة منذ القدم يعكس أهمية المكان وتراثه، حيث أن إعداد ملف فوز الأقضية لواء للثقافة تركز على محورين، اشتمل الأول على التعريف بالأقضية، بينما يتناول الملف الثاني دور المؤسسات الثقافية من مسارح ونواد وهيئات ودعم الدور الشبابي في ذلك. نحن الآن في منطقة الفيحاء، بحقيقة تقدم عدد من الناشطين سواء على المستوى الثقافي والاجتماعي من أبناء منطقة الفيحاء لوزارة الثقافة المجموعة من المشاريع، وهي المشاريع المهرجانات الشعرية وثقافية ودعم المشاريع التراثية. طبعا كان لفوز الأقضية في محافظة مادبة له أثر كبير جدا، ورح ينعكس إن شاء الله إيجابي على الحركة الثقافية والحضارية وانعكاس العادات والتقاليد وحركة الثقافة في خصوصا في هاي الأقضية اللي بتفتقر بصراحة لانعقاد مهرجانات ثقافية، انعقاد دورات شبابية. الشباب برضو رح انفعل أدوار وارهم بالمبادرات اللي راح نعملهم إياها من خلال هذا الفوز. لا ينفصل المجال الثقافي عن المنتج السياحي في مادبة، بل يعمق مكانتها على الخريطة السياحية، فهي تمتلك مقومات سياحية ودينية وتاريخية، كما تضم المدينة متاحف عديدة وتشتهر بفن الفسيفساء، فاستثمار الموارد الطبيعية والثقافية الفريدة للمدينة سيعزز من مكانتها التراثي والثقافي والسياحي. فوز أقضية قصبة مادبة بلقب لواء الثقافة الأردنية لهذا العام يشكل استنهاضاً للثقافة والفنون والآداب للمساهمة في إثراء الموروث الثقافي والتراثي في مدينة تشتهر بإرثها الحضاري والثقافي الفريد منذ آلاف السنين. من مادبة، سندرة قطمين، المملكة. سنتحدث حول هذا الموضوع مشاهدينا، معنا مدير ثقافة مادبة سيد محمد الرواحنة. صباح الخير لك سيد محمد. صباح الخير أستاذ حمزة، معنا في صباح العافية. شكرا لكم على هذه الاستضافة، وصباح الخير للجميع المشاهدين. أهلا وسهلا. يعني بداية، كيف تمكن لواء قصبة مادبة من الظفر بلقب لواء الثقافة الأردنية لهذا العام؟ أول شيء يعطيكم العافية. طبعا إحنا قمنا بإعداد ملف وتم تقديمه لوزارة الثقافة، ملف محكم طبعا تم تقديمه من قبل لجنة تم اختيارها من أبناء الأقضية الفائزة، من أبناء الأقضية الفائزة المثقفين تم اختيارهم، وتم إعداد ملف محكم تضمن العديد من المقومات سواء كانت دينية سواء كانت طبيعية سواء كانت تاريخية أو أثرية. طبعا محافظة مادبة غنية جدا بالآثار، وخصوصا هذه الأقضية يوجد عندنا أثار الدلمز في معين وفي الفيحة. صحيح. يوجد عندنا شلالات معين، وهذه الشلالات يعني على مستوى الوطن العربي كامل، وتستخدم في الأمور العلاجية، زاخرة مادبة بكثير من المواقع. كذلك في لذلك يعني الملف الذي تم تقديمه، يعني ماذا كان يحتوي أو ماذا كان يركز تحديدا؟ تضمن الملف زي ما حكيت أستاذ الفاضل، طبعا تضمن المقومات البارزة في هذه الأقضية.
أهم هذه المقومات زي ما حكيت أنه يوجد عندنا معالم دينية مثل جبل نيبو، ويعتبر له قدسية دينية عن جميع الديانات سواء كانت المسيحية الإسلامية اليهودية. كذلك يعني وجود عندنا خربة المخيط، وجود عندنا عيون موسى، جميعها هاي لها دلالات دينية. كذلك عندنا يا سيدي العزيز في عندنا الجانب الأثري، كما حكيت قبل شوي هناك أثار مهمة جدا، أثار الدولمنز التي تعود ما قبل العصر البرونزي قبل 5000 عام، بالإضافة إلى وجود العديد من الأمور التاريخية التي تختص في هذه الأغذية. طيب. بالإضافة أستطيع أن أضيف أن مادبة زاخرة صحيح. بالكتاب زاخرة طيب. بالمثقفين خصوصا على هذه الأغذية، عدد كبير من المثقفين من الفنانين. متى سيتم التنفيذ سيد محمد على أرض الواقع وترنور هذه المشاريع؟ إن شاء الله بإذن الله تعالى تم رفع جميع المشاريع إلى وزارة الثقافة إلى لجنة تقييم المشاريع، وتم اختيار بعض هذه المشاريع، وإن شاء الله سوف يتم التنفيذ يعني خلال نهاية هذا الشهر أو في بداية الشهر القادم بإذن الله تعالى. وسوف باقي المشاريع تكون أول بأول بعد تم الموافقة عليها من قبل لجنة تقييم المشاريع في وزارة الثقافة. نعم، أنا أود أن أشكرك جزيل الشكر على كل هذا الحديث، ونتمنى لكم التوفيق في تنفيذ هذه المشاريع وأن تنعكس على محافظة مادبة وأهلها. إن شاء الله بإذن الله، كل احترام تقدير شكرا جزيلا لكم مدير ثقافة مادبة، يعطيك الصحة والعافية. محمد الرواح، شكرا لتواجدك.